أعزائي أسعد الله مساءكم أو صباحكم حيثما كنتم. اليوم 30 من مارس العام 2020 وحلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي. وأبدأ هذه الحلقة وأنا أعرف وأقدر حالة الترقب والتوجس بسبب طبعا استمرار التصاعد في حالات الإصابة، حيث بلغت 3/4 مليون حتى هذه اللحظة، والضحايا 35,000. 2، حالة العزلة والتباعد الاجتماعي، الناس كلها دلوقتي قاعدة كل واحد لوحده أو منعزل أو مع أسرته فقط. 3، ضبابية المستقبل، وده الأهم، الناس مش عارفة طب هتنتهي ليه، هتخلص إزاي. النهاردة هنقول بإذن الله هتخلص إزاي. وأعرف وأقدر بالأكثر قلق فئات معينة زي الأطباء وأسرهم يعني عندهم قلق، الناس اللي هي فقدت وظائفها، الناس اللي فقدت مصدر رزقها، كل ده قلق يعني هتخلص امتى الحكاية دي. لهؤلاء جميعا أطمئنهم بخبرين. الخبر الأول انه في خلال 4 لـ5 أيام الماضية لم تتضاعف الحالات كما هو المتوقع. احنا قلنا ان المفروض الحالات بتتضاعف كل 4 لـ5 أيام، هذا لم يحدث، زادت الحالات فقط 50%، مش 100%، ما تضاعفتش. 2، وحسب تصريح وزيرة الصحة الكندية فإنه من المنتظر خلال الأسبوع القادم أو اللي بعده، يعني في خلال أسبوعين على الأكثر، إن إحنا يحصل فلاتنينج في الكيرف بتاع تصاعد الحالات، يعني عدد الحالات يثبت، وده انتصار وقد سبقتنا إليه الصين، إن إحنا نثبت عدد الحالات. هذا التصارع هو COVID-19 بين الماضي والحاضر والمستقبل، وطبعا الأهم هو المستقبل، فمن لم يتعلم من ماضيه فلا مستقبل له. وشعار الحلقة كما هي أو البرنامج، أحذر لا يزعر. وأنا عاوز أقول إن هذه الحلقة موجهة ليست فقط لعوام الناس، يعني مش عشان نتسلى، إنما أنا أقصد بها كمان بوجهها من موقعي هذا لكل بلداننا العربية، إلى أي رئيس قطاع أو بنك أو مصلحة حكومية أو ناظر في مدرسة أو إلى الإعلاميين المحترمين، عشان خاطر أنا شايف إن إحنا بنناقش المشكلة ولا نناقش الحل. الحل جاي وقادم، بس عايزين لما نبدأه ما نبدأش بقى نعمل إجراءات والترتيبات مع بداية الحياة، نستغل فترة التوقف ده في ترتيب الحياة لما تبتدي، وأقول لكم هتبتدي إمتى وهتبتدي إزاي، هقول الترتيبات. فمن فضلكم اللي عنده يعني قريب رئيس قطاع أو بنك أو ناظر أو إعلامي محترم، يقول له نتحدث في الحلول من دلوقتي عشان لما تبتدي الحياة نبقى مستعدين. قبل ما ابتدي، والحلقة النهاردة ثرية وفيها كثافة معلومات جامدة، لكن هقول إعادة سريعة المعلومات قلتها سابقا. أبدأ بمقدمة عن الفيروسات. الفيروس قلنا كائن لا يرى إلا بالمجهر الإلكتروني، يعني ما ليه؟ لأن هو مقارنة بالبكتيريا، هو البكتيريا قد مئات المرات، يعني حاجة صغيرة جدا. 2، إن هو كائن غير حي بذاته، لكنه بيحيا ويتكاثر فقط بداخل الخلايا الحية. هو حقيقة الأمر بيأمر الخلايا الحية إنها تعمل له استنساخ، يعني الخلايا الحية هي اللي بتفرز الفيروس، بتعمل له عملية استنساخ لصور طبق الأصل. وعليه انتوا عارفين جهاز المناعة في الجسم بيعمل ايه؟ ما بيموتش الفيروس، بيموت الانفكتد سيلز، يعني الخلية المصابة بالفيروس بالفيروس اللي فيها، لأنها خلية خرجت عن السياق العام، ابتدت تتعاون مع الفيروس، تستنسخ هي الفيروس بصورة طبق الأصل. 3، انه معدي لكل الخلايا الحية، تصور ما فيها البكتيريا. وعلى فكرة اللي اكتشف الفيروس وكان ده في سنة 1892 راجل اسمه ديمتري أفانوفسكي، ده اللي اكتشف الفيروسات. تصور الفيروس معدي لكل الخلايا الحية، نباتية أو حيوانية، حتى البكتيريا. 4، ان الفيروس بيتكون من جزيء طويل من حامض نووي اللي هو DNA أو RNA، وعليه غلاف واقي، ونسمع دي كويس قوي، من البروتين والدهون.
طب نفكر احنا الدهون دي بتدوب ازاي؟ بالصابون. عشان كده بننصحك كلما امكن تغسل ايدك بالماء والصابون لمده لا تقل عن 20 ثانيه. والدهون بتدوب كمان بالالكوهوليكس بالكحوليات اسف او الالكوهول فمش الالكوهول. وعشان كده لما تستخدم يعني مطهرات سانيتايزرز او ماده جيل ما يصحش يبقى فيها الكحول اقل من 60%. سواء الميه والصابون او الكحول بيدوب الغلاف الواقي اللي هو معمول من بروتين ودهون بتدوب وبالتالي يقتل الفيروس. فده اللي تعلمناه، ادي اول حاجه تعلمناها. طيب نيجي انه بيعنينا من كل انواع الفيروسات بيعنينا احنا نوعين فقط. قلنا فيروسات الانفلونزا او الفلو فيروسز وفيروسات الكورونا لان هي دي المتسببه في الاوبئه. الواحد ما بيخافش من المرض قد ما بيخاف من الوباء لانه بيشمل قطاع كبير جدا. فنبتدي بالاجزاء الثلاثه في حلقه اليوم وهي الماضي والحاضر والاهم بقى اللي هنتكلم عليه كتير النهارده اللي هو المستقبل. نبتدي بالماضي وفي عجاله سريعه هتكلم على اهم الفيروسات اللي تسببت في اوبئه وكان هي اول مجموعه اللي هي فيروسات الانفلونزا او الفلو فيروسز ودي قلنا انها اربع انواع A وB وC وD. وقلنا الA والB والC بيصيب الانسان بينما الD بيصيب الابقار والخنازير. طب ومين النوع اللي بيتسبب في الاوبئه؟ قلنا ان هو النوع A الانفلونزا A هي دي اكتر حاجه. عملت لنا اربع اوبئه، ثلاثه في القرن الماضي وواحد في القرن الواحد والعشرين، اهمهم على الاطلاق زي ما قلنا هو الانفلونزا الاسبانيه. اللي قلنا انها اصابت ربع البشر 500 مليون من 2 مليار في وقتها. وقضت يعني ناس ضحاياها كانوا حوالي من 17 ل 100 مليون في المتوسط قلنا 50 مليون يعني نسبه الوفاه كانت 10%. وحدثت الانفلونزا الاسبانيه في عام 1918 الى 1920 قلنا من يناير سنة 1918 إلى ديسمبر سنة 1920 يعني قعدت 3 سنين الإنفلونزا دي اللي خدت ربع البشر ومات عشرهم. الحمد لله إن إحنا الكوفيد ما بيموتش العشر. وتعلمنا منها حاجة مهمة جدا إن هم قلنا لما جه الصيف ودرجة الحرارة ما بترتفع فوق 30 ويبقى الجو حار ورطب فوق 30 بقولها تاني انه بيقل تكاثر وما بيموتش تماما، تكاثر الفيروس بيقل فالوباء بينحصر بشكل شديد. ان هم لم يتنبهوا لذلك ففي الشتاء التالي حصل باونسنج يعني حصل انه رجع بصوره اكثر قسوه واكثر ضراوه. في شويه اوبئه بقى اقل بنفس اللي هو الانفلونزا A الفيروس A. ان هو حصل قلنا الانفلونزا الاسيويه وده كان في سنه 1957 وده كان ضحايا 2 مليون والانفلونزا بتاعت هونج كونج كان في سنة 1968 وكان ضحايا 1 مليون فقط. ثم جاء في القرن بتاعنا 21 ده انفلونزا الطيور والخنازير في سنة 2009 ودي كان ضحاياها أقل وأقل كانت من ربع إلى نص مليون ويوميها قلنا الهيلث الورد هيلث أورجانيزيشن منظمة الصحة العالمية قالت إن ده العدد اللي بيموت مع أي انفلونزا موسمية. اكشوالي اللي مات من انفلونزا الطيور والخنازير بسببها هي طبعا لا يزيد عن 18,000. ده النوع الاول. احنا هنركز فيه الدرس اللي اتعلمناه من الانفلونزا الاسبانية ان احنا لا نتهاون في الصيف بحيث ان يحصل باونسينج ورجوع الانفلونزا بصورة اقصى في الشتاء التالي. ثم نيجي بقى الموضوع بتاعنا اللي هو الكورونا فيروس المجموعة الثانية. قلنا اذا كان الانفلونزا فيروس بتنقسم لاي بي سي دي فالكورونا فيروس بتنقسم برضه لاربع انواع الفا وبيتا وجاما ودلتا. وقلنا ان النوع بتاع الاوبئه هنا في الانفلونزا كان الاي هنا البيتا. وقلنا انه في من هذا الانواع الرئيسيه بتنقسم لانواع كثيره فرعيه مئات انما احنا عندنا 7 انواع يعني بيصيبوا الانسان بوجه خاص وقلنا كلهم من البيتا تايب. وقلنا ان الحاضن الاساسي ليها هو الباتس اللي هو الخفافيش ثم احد الحيوانات الثدييه ثم بعد كده بيتطور ويبقى من انسان الى انسان ينتقل الى الانسان. وده عندنا حصل منه مشكلتين، مشكله لم تصل لحد وباء بمعنى وباء اللي هو السارز اللي حصل في سنه 2003 وحتى بيسموه سارز كوفيد 1 لانه
الكوفيد 19 اللي هو كورونا فيروس بيسموه سارس كوفيد 2 دلوقتي. قلنا ان هناك كان اكثر قتلا لانه 10% من الناس بتموت، بس عارف كان اقل انتشارا بما لا يقارن. كل الحالات فتح ودنك معايا كانوا 8000 حاله بس، ومات منهم 747. انما احنا بقى موضوعنا النهارده اللي هو الكوفيد 19 او السارس كوف 2 ده اكثر انتشارا بما لا يقارن. احنا قلنا لحد الساعه دي عندنا حوالي 3/4 مليون حاله، وطبعا نسبه الوفاه قليله جدا بالنسبه، مش 10% 3%، بس في العدد الضخم ده هتبدو عدد الضحايا كتير. فالنهارده لحد النهارده في 35000 حاله. ده كان في عجاله فكره عن الماضي، وانا بحب النظام فننتقل للجزء الثاني وهو نتكلم على الحاضر. الحاضر اللي هو الكوفيد 19 اللي هو السارس كوف 2، ده يوجد خطران، في خطر صحي وخطر اكتر هو الخطر الاقتصادي اللي احنا بنعاني منه. نبتدي بالخطر الصحي. قلنا ان هو الاقل حصدا للارواح، ده 100% النسبه مش 10% زي السارس او السارس كوفيد 1، النسبه في العموم حوالي 3%. انما انا بقول طول عمري الارقام لا تكذب، وهنا احنا جايين عشان نتعلم، بناخد حاجات زي ما قلنا ان الغلاف الواقي فيه دهون يبقى ميه وصابون وقلب، كل حاجه هقول هنتعلم منها ايه. فتعال نشوف نسبه الضحايا بتاعت هذا الفيروس. تحت 10 سنين 0%، مفيش نسبه وفيات تذكر. لحد 40 سنه نسبه الوفيات في الشباب لو عمرك تحت 40 سنه ابشر 2 في الـ1000 فقط. لحد 50 سنه النسبه زادت الى 4 في الـ1000. لحد 60 سنه، ويعنيني هذا الرقم كويس قوي لان دي لحد 60 سنه الناس بتبقى بتشتغل، تحت 60 سنه نسبه الوفاه 13 في الـ1000. المشكله بقى في الناس الاكبر سنا اللي هو من 60 لـ70 نسبه الوفاه بتبقى 36 في الـ1000. شوف الزياده ازاي، من 70 لـ80 بتبقى 80 في الـ1000، من 80 لـ90 150 في الـ1000. اذا ايه اللي اتعلمناه؟ ان اكتر شيء بيزيد من خطوره هذا الفيروس هو تقدم العمر، ومش كده وبس، والحاله الصحيه. فتعال اقول لك شويه معلومات. لو واحد عنده ارتفاع في ضغط الدم، او عنده مرض مزمن في صدره في الجهاز التنفسي، او عنده لا قدر الله سرطان، 6% زياده في احتمال وفاه. بينما لو عنده سكر بيبقى 8% زياده في احتمال وفاه، لو مرض في القلب 11%. يبقى اللي تعلمناه ان اكتر شيء بيزيد من خطورته هو تقدم العمر، خاصه لو كانت الحاله الصحيه مش كويسه. يبقى ده في الخطر الصحي انه هو الاقل حصدا للارواح، خاصه الحصد ده بيزيد اكتر مع تقدم العمر ومع الحاله الصحيه المتدنيه شويه. لكنه الاكثر انتشارا ليه؟ لان قلت ان الشخص الحامل للميكروب او المصاب، وهنا الخطوره، بيعدي في المتوسط 3. عشان كده كان بيحصل اسكليشن، تسارع، كان الكيرف طالع لفوق. وبعدين بنقول انه العدد بيتضاعف كل 4 لـ5 ايام. نحمد الله ان في الـ5 ايام اللي فاتت او الـ4 ايام اللي فاتت منذ عملنا الحلقه الاخيره لم يتضاعف، انما زاد 50% فقط. نمره 2، سهوله العدوى الشديده، ان قلنا 3 لـ10 مرات مقارنه بفيروس الانفلونزا. نمره 3، مده العدوى بتبقى من 4.5 لـ7.5 يوم في المتوسط، الحته اللي جايه اخطر. ان الانسان قبل ما تظهر اعراض المرض بيوم او يومين بيبقى بيعدي الاخرين، وعشان كده احنا زي ما قلنا مش واخدين خوانا، الشخص اللي قصادنا سليم لسه ما عملوش اي اعراض وهو معدي. وبعدين نمره 4 والاخيره في الاكثر انتشارا، انه لسوء الحظ انه 80 او يعني لحسن وسوء الحظ، لحسن الحظ ان 80% من اللي بيصابوا بالكورونا، الكورونا فيروس ليس، بقولها لحسن الحظ، كل واحد يسمعني وما يتخضش، مش معنى ان جالك كورونا انك انت توفاك الله. 80% بيبقى عنده اعراض خفيفه او لا اعراض على الاطلاق. بس لسوء الحظ بقى الحته الوحشه فيها ان احنا شايفين ما عندكش حاجه وانت بتجول بين الناس وبتنقل عدوى، عشان كده عملنا فكره العزل التام. نيجي للخطر الثاني وهو الخطر الاقتصادي، واللي قال ترامب ان هو يتخطى الخطر الصحي. طبعا وقف حال اللي احنا فيه ده فعلا وقف حال، الكره الارضيه كلها واقفه على اطراف اصابعها ما بتعملش حاجه.
قال ان ده هيتخطى الجريت ديبريشن، الانهيار الاكبر اللي حصل قلنا في 29 اكتوبر سنه 1929 بسبب البورصه، وهيتخطى الجريت فاينانشال كرايسيس اللي حصلت في 2007 2008 بسبب قضايا الرهن العقاري. وازيد في هذه الحلقه ان ابتدت وعلى راسهم امريكا تطبع بنكنوت، يعني ما فيش انتاج وفي فلوس، فده هيدني قيمه الفلوس. امريكا بتنوي طبع، افتح ودنك، من 2 بليون الى 10 بليون دولار امريكي، فدي حاجه خطيره. وكثير من الدول طبعا هتعمل كده، امال الناس اللي قاعده دي هتديها اعانه ازاي وتعمل ازاي، هتجيب لهم منين؟ وهذا هيؤدي الى تضاءل القيمه الحقيقيه للفلوس. 2 خبراء، يعني احد الخبراء الاقتصاديين قال الاتي عندنا هنا في كندا، قال ان اذا استمر الوضع على ما هو عليه لمده 3 شهور بس، فالعالم هيصاب بنكبه اقتصاديه لن يتعافى منها، يعني هتقعد مؤثره عليه على طول، فلابد من حل الموضوع ده قبل 3 شهور. ده الحاضر. ننتقل الى الاهم وهو المستقبل. انه زي ما بقول العالم بعد كوفيد 19 لن يكون هو العالم قبل كوفيد 19، يعني حتى بعد ما نتشافى من هذا الوباء ويمضي، فده ترك امبريشن، بصمه على طريقه الحياه في العالم لن تتغير. تعال نشوف ماذا تعلمنا المستقبل. اول حاجه تعلمناها قلنا ان الفيروس عنده غلاف واقي من البروتين والدهون اللي بيزيل الدهون، كلنا عارفين الصابون والالكحول، فتعلمنا اهميه غسيل الايدي على قد ما تقدر بالماء والصابون اللي لا يقل بعدها 20 ثانية، أو باستخدام مطهرات أو جيل فيها لا يقل عن 60% الكحول. تعلمناها. اتعلمنا العادات التنفسية الجيدة، إن الفيروس بينتقل بالعطس والكحة والكلام. فحتى بقول هنا تملي بيعلمونا إيه؟ إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، لو تقدر تسكت أحسن دلوقتي. والعطس والكحه قلنا يبقى يا اما تجيب تيشو تغطي بيه وتتخلص منه في يعني قمامه مغلقه تماما، او ما تكحش في ايدك، تكح في كوعك عشان خاطر في ايدك انت هتلامس الناس. اتعلمناه ده، تاني درس اتعلمناه. اتعلمنا ان اهم حاجه في انقاص معدلات الاصابه هو التباعد الاجتماعي، او نسميها التباعد البدني، هو الاكثر فعاليه. عشان كده العالم كله النهارده في حاله عزلة، وبقول من فضلك انت ما تنزلش لو الا اذا كان عندك حاجة مهمة. انت مش كده بس عشان تحافظ على نفسك، انت بتحافظ على الاخرين، خاصة الناس الاكبر في السن، ابويك اللي يموت جدا لو انتشرت العدوى، والا ما استحق ان يعيش او ان يولد من عاش لنفسه، ما استحق ان يولد من عاش لنفسه. انت حتى ان كنت انت شاب ونسبة انك انت يتوفاك الله قليلة جدا، يا اخي حافظ على الناس الكبار اللي عندهم النسبة اكبر. اتعلمنا ان التباعد الاجتماعي ده هو الاجراء الاكثر فعاليه، وهنشوفه هنعمله ازاي. اتعلمنا نمره 4 ان عمر المريض وحالته الصحيه هي اهم العوامل في تحديد خطوره المرض والوفاه. اتعلمنا هذه ايضا، وهقولها لك تاني في تلخيص، ان تحت سن 60 اللي هي في الفئه المنتجه في المجتمع نسبه الوفاه من 0 الى 13 في الالف، بينما فوق سن 60 الناس اللي هم الكبار اللي في المعاش وما شابه النسبه بتزيد مش من 13، من 36 ل 150 في الالف، فدي الفئه اللي هي خطيره. اتعلمنا نمره 5 ان الفيروس طالما الحراره تحت 17 بيرعى كويس قوي قوي، عشان كده في الشتاء، انما لو الحراره طلعت ل 30 والجو اصبح حار ورطب بيقل، ما بقولش بيمتنع، في ناس سالوني، بيقل جدا معدلات تكاثر الفيروس. اتعلمناها منين؟ من تجربه الانفلونزا الاسبانيه اللي قلت في الصيف وحصل باونسينج في الشتاء. ولاحظنا حاجه تاني لو لاحظت معايا، ان الكره الارضيه الجزء الجنوبي منها اللي هو دلوقتي او بدا في ايام في نوفمبر ويناير كان في حاله صيف، الحالات فيه لم تنتشر زي الجزء الشمالي اللي هو في الشتاء. لو لاحظت في دول امريكا الجنوبيه
في استراليا في الحتت دي ما انتشرتش بنفس المعدل. دي الخمس حاجات اللي اتعلمناها. طب ماذا نفعل دلوقتي؟ قلنا حطوا نظرية لخصناها الإطلاق غير المطلق. لمين الإطلاق الغير مطلق؟ لمن هم أقل من عمر 60 سنة. ليه؟ لأن دي الفئات الأكثر إنتاجاً، يبقى لازم نطلقهم عشان الاقتصاد يمشي. ولكن قلنا غير مطلق يعني بمحاذير معانا، والأم لأن هم في نفس الوقت الأقل إصابة، نسبة الإصابة فيهم بتبتدي من 0 لحد 13 في الألف. يبقى دول اطلقهم، دول يشتغلوا، دول يزودوا الانتاج، وهم الاقل تاثرا. ثم الجزء الثاني اللي هو العزل النسبي لمن هم فوق عمر 60 سنه. ليه؟ لان دي الفئات الاقل انتاجا والاكثر احتمالا الاصابه. قلنا الاصابه وحاله الوفاه ممكن تبقى من 36 الى 150 في الالف، فعشان كده حطوا الخطه دي. طب السؤال دلوقتي اللي في ذهن، انا عارف كل واحد بيسمعني، متى تبدأ الحياة الطبيعية؟ امتى هترجع الحياة زي ما كانت؟ الأول عاوز أقول لك تعالى نسأل السؤال بالعكس، هو لماذا الآن هذا العزل شبه التام؟ واحد، لنقلل من التصاعد في عدد الحالات عشان المنحنى ما يعودش يتزايد، عاوزين نخفض منحنى التصاعد، وقلت انتصار إن احنا نصل إلى ثبات. ليه؟ طب ليه؟ أقول لك ليه. طبيا احنا مش مستعدين لو تزادت، ما عندناش اسره، والاهم ما عندناش فنتليتورز، اجهزه التنفس الصناعي. وبقولها لمن لا يعلم، احنا مش الموضوع فنتليتور بس، الفنتليتورز اللي هي اجهزه التنفس الصناعي دي تحتاج الى هيئات طبيه متخصصه، ممرضه متخصصه، طبيب متخصص. بقول لك حاجه، الممرضه ما تقدرش تراقب اكتر من 2، يعني عاوزين واحده متخصصه وما تقدرش يبقى صدى 10 اجهزه، واوريدي ما عندناش احنا ال 10 اجهزه دي. والمريض بتاع الكوفيد 19 بيقعد على الفنتليتور فتره طويله جدا مقارنه بالفشل التنفسي في الامراض الاخرى. فاحنا بنحاول نفلاتن الكيرف، نثبت عدد الحالات لحد ما نستعد بالاسره ونستعد بالمعدات اللي هي الفنتليتور وبال هيئات الطبية اللي هي تقدر تعمل كده، أو لحين اكتشاف لقاح أو علاج. تمام؟ طيب دي واحدة طبيا بنعملها كده، وعشان نستعد حياتيا، ودي اللي هجيلها. إنما قبل ما أقول الاستعداد الحياتي، أنا بقول يا جماعة، عشان لاحظت إن في ناس تدي نصائح غريبة، إن يقول لك أول ما تحس إنك أنت شاكك في روحك مريض روح المستشفى. هنا مفيش الكلام ده خالص. أولا في احتمال إن أنت ما عندكش كوفيد، فلما يعزلوك مع ناس عندهم كوفيد يجي لك كوفيد. نمرة 2، ودي الأهم، هيعملوا لك إيه؟ ده مفيش ضيق تنفسي، مفيش علاج لحد دلوقتي. العلاج سبورتيف، تاخد تينالول أو أسيتامينوفيلل أو باراسيتامول، هما دول اللي تاخدهم. أوعى تاخد أدفيل أو كتافلام والحاجات دي بتضير جدا، ما تاخدش الحاجات دي. أنت من حقك اللي هو الباراسيتامول أسيتامينوفيلل قلنا تينالول، دول اللي تاخدهم بس في البيت، وتشرب ماء كتير و يعني خافض للحراره وترتاح وتاكل اكل كويس. مش هيعملوا لك حاجه. هنا دلوقتي لو واحد اتصل قال لهم حتى انا شاكك، ولا يعملوا لك تيست، لان ما قلنا 80% ما فيش اعراض او اعراض خفيفه. بس اهم حاجه اللي هقولها دلوقتي، حضرتك حتى لو اعراض خفيفه لازم عزل ذاتي تام. ذاتي، مش تروح حجر صحي. تعزل نفسك في بيتك حتى عن الأسرة المخالطة لك، دي أحسن حاجة تعملها، وهتخف لوحدك بإذن الله في 80% من الحالات. إنما فكرة إن احنا ننتقي الحالات المشكوك فيها حتى مش المريضة ونعزلها في مستشفى مع ناس ما عندهم كورونا، احنا من كده بنزود الانتشار. فبليز، دي من أهم النصائح اللي بقولها في هذه الحلقة، إن لو شكيت إن عندك كورونا فيروس أو كوفيد 19، من فضلك أدام ما عندكش ضيق تنفسي اعزل نفسك عزل ذاتي تام لحد ما تشفى تماما من هذا الوضع. ما تحاولش تروح أي حاجة. متى تستعين بالجهات الصحية؟ فقط لو عندك ضيق تنفسي. أظن دي من النصائح المهمة جدا، واللي لاحظت إن بيقولوا في بلادنا عكسها، يقول لك تعالى بسرعة ونعزلك، تعالى بسرعة ونعزلك، أنت لو عندك برد ممكن نجيب لك إحنا كورونا. هذا خطأ، وممكن تنشر لناس تانية ما كانش عندها. عزل ذاتي ذاتي حتى عن أسرتك. طيب يبقى قلنا ليه احنا يعني بنحاول
ما نبدأش الحالة الطبيعية وموقفين الحالة دلوقتي شوية نمرة واحد عشان يبقى عندنا استعداد طبي بالمستشفيات والآلات والأطباء المتخصصة، وقلنا أهمهم الفنتيليتور. خلاص دي المشكلة. نمرة اتنين لإعادة تشكيل الحياة معيشية. وهنا عيد تاني، اللي عنده قريب في أي بلد من بلادنا العربية رئيس قطاع في مصلحة حكومية أو في بنك أو ناظر مدرسة أو إعلامي محترم، يقول لهم فضلك اسمع الحلقة دي، وبدل ما تقعدوا تناقشوا وتخوفوا الناس فهموهم الحياة هترجع، وهقول لكم هترجع امتى قريبا جدا، بس لازم لما ترجع نبقى مستعدين. قولوا لهم يناقشوا الحاجات دي اللي هنقولها دلوقتي مع بعض، ايه الحاجات اللي يجب انها تتعمل. اشكرك للشخص اللي هو يعني بيحييني. نبتدي بالامثلة. اهم حاجة هي التباعد البدني او التباعد الاجتماعي، ونمسك الامثلة في المصالح الحكومية والبنوك. واحد، الموظفون دلوقتي عارف بيعملوا ايه والمصالح قافله، بيدخلوا كوميتي يعني لجان معينه تدخل تشوف وضع المكاتب. انا عاوز كل رئيس قطاع وبنك وناظر او في اي حته فيها يعني مكاتب يدخل عشان خاطر يضمن المكاتب تبقى غير متلاصقه على السوشيال ديستانس اللي هما بيقولوا من متر ونص الى مترين، بدل ما احنا قاعدين مستنيين لما يقولوا لنا ابتدوا. ده هذا خطا. نمرة اتنين، لو ان هذا الموظف هيتعامل مع جمهور غلبان هذا الموظف، لانه تخيل كم واحد بيتكلم في وشه، يبقى في ساتر شفاف زجاجي او بلاستيك بحيث ولو عندنا فلوس اكتر نقدر نحط ميكروفونات هو يتكلم فيه وانا اتكلم فيه. دي حاجة مهمة جدا، ده بالنسبة للموظفين. نيجي بالنسبة الى المواطنين، نعمل ايه؟ المواطنين يدخلوا في مجموعات صغيرة، يعني مثلا في بنك بدي مثال الشبابيك مليانة، ليه يدخل ناس تانية ويقعدوا يستنوا في مكان غير جيد التهوية؟ ما يستنوا في الخارج، وعلى فكرة ما يستنوش في صف، يعني الجهاز اللي بدي أرقام نديلهم الأرقام وهم برا وكل واحد يتباعد عن التاني، إن في صفهم جنب بعض، يعني نفكر شوية، يبقى يتباعدوا عن بعض وهم قاعد في الشارع في مكان جيد التهوية، يطلع واحد يدخل واحد. أو ممكن نعمل عمل أنظمة لحجز مسبق، مواعيد مسبقة في المصالح والحكومات. أو أقول لك الأحسن والأحسن نستغل التقدم التكنولوجي الرائع في إن إحنا التطبيقات الإلكترونية، إن أنا محتاجش أروح في المصلحة خالص، أنا ممكن أعمل مصالحي كلها بالتليفون. ده النهاردة ممكن تحول فلوس بالتليفون، يعني من بنك الى بنك، ممكن تعمل حاجات كتيره جدا، رخص وما شابه، وتدفع المخالفات اللي عليك وتدفع الميه وتدفع الكهرباء دون ان تذهب الى المصلحه الحكوميه. يا ريت نعمل كل ده، وبقول من فضلكم انا عاوز يعني نفسي الاعلاميون المحترمون بدل ما يقعدوا يتكلموا عن المشكله يناقشوا هذه الحلول، والرؤساء بدل ما هم قاعدين في البيت مستنيين اقول لهم تعالوا بقى عشان خاطر انا عاوز العمل، كل واحد يروح في المصلحة بتاعته ويحاول يوضبها بالصورة الآمنة. طب نيجي بالنسبة للمحلات والمولات والسوبر ماركات، أعداد محدودة تدخل في نفس الوقت، ده اللي بيعملوه، ثم التوقف، ما فيش أكتر من كده، مش هناخد أكتر من كده. وقلنا فصل الكاشير عن الزبون، دي حاجة. والنهاردة في عندنا احنا هنا أتمنى تطبق في بلادنا العربية اللي هو تطبيق الدفع الذاتي والسيلف سكانينج، إن أنا ليه أروح أقابل واحد ونقعد نتكلم قصاد بعض ونعدي بعض، ما أنا أمرر أعمل سكانينج وأدفع الفلوس بالكارت، وممكن تدفع كاش على فكرة وأخد الأشياء دي. واحد يقول لي طب افرض ما عندناش في بلادنا نقدر نعمل ده كله، تملي هقولها وأعيدها أكتر مرة النهاردة، اسمعني كويس، الذي لا يدرك كله لا يترك كله. يعني افرض ده الصورة المثلى اللي أنا بتكلم فيها. طب لو عملنا نصها يبقى قللنا احتمال الإصابة للنص، كويس، إنما مش عشان مش هقدر أعملها بصورة كاملة ما أعملهاش خالص. الذي لا يدرك كله لا يترك كله. نيجي للمطاعم وقاعات الترفيه زي السينما والمسرح، نحاول نخفف الزحام. وأنا بدي فكرة أهو صغيرة جدا للراجل اللي بيحجز في السينما، أنت تقول للي قصادك هتاخد كرسي رقم واحد، طب جه اللي بعده لو خد في نفس الصف يبقى رقم خمسة، اللي بعده رقم تسعة، طب السينما ازدحمت اكتر يبقى رقم واحد، يبقى ثلاثة وخمسة، يبقى على الاقل ضامن كرسي مين اتنين فاضي وكرسي اربعة، بس شوية تشغيل مخ، مش كل واحد يختار. يبقى انا معلم الشخص اللي قاعد بيحجز هي دي الطريقة،
وبعد عدد معين ممكن في البداية نقول لا لازم في كرسي فاضي في النص، حتى لو السينما هتخسر الموضوع بتكلفة ديفنتلي، بس نفكر شوية ان الاعداد اللي ندخلها تبقى مفيش زحام. في وسائل المواصلات نفس الفكرة، نحدد الاعداد مفيش ناس واقفة وعمالة تتكلم، حتى وانت في قلت اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، وانت في وسيلة المواصلات ما تتكلمش يا اخي، اقفل بقك ده اللي عمال يطلع جراثيم على الناس، ما تعملش كده. وقلت للناس برضو بالنسبة للطرقات دلوقتي هنا لقيتهم بيعملوا ايه، افرض الطرقة 3 متر بيحطوا تيب شريط اصفر يمين وشريط شمال لازم تمشي عليه، مش تمشي في الطرقة في النص تعدي اليمين والشمال، يبقى ماشيين بعاد عن بعض. عاوز الرؤساء المصالح والبنوك يعملوا الكلام ده. بالنسبة للأسانسيرات دلوقتي حاطين لنا على كل أسانسير في لجان بتفكر في الوقت ده عشان لما الحياة تحصل ما يحصلش مشكلة، كل أسانسير بندخله غير مصرح بغير ثلاثة، واحد بيقف في آخر الأسانسير في الطرف الثاني ويدي وشه لجدار الأسانسير، والثاني في الطرف الثاني ويدي وشه، واحد للباب ويدي وشه للباب، يبقى الثلاثة ما حدش بص لبعض، ثلاثة فقط. وبعدين هقول لك حاجة، لو أنت ربنا مديك صحة يا أخي اطلع على السلالم وسيب الأسانسير بالأعداد المحدودة دي للناس تعبانة. لازم نتعاون زي ما بقولها، ما استحق أن يولد من عاش لنفسه، ومن لم يتعلم من ماضيه فلا مستقبل له. ولازم نبتدي الآن الآن وليس غدا لما يبتدي الشغل، ما نبقاش ناس جهلة مستنين لما نبتدي بعد نفكر هنعمل ايه. اديني بقول لكم نعمل ايه من دلوقتي. وفي المواصلات قلنا نحاول ما فيش الزحمة، وتبقى في عربيات خاصة بقى مش للسيدات دلوقتي، للناس اللي اكثر عرضة اللي هم الاكبر سنا، نغير الاستراتيجي، هم دول اللي عاوزين نعزلهم لان دول نسبة الاصابة فيهم والحاجات الخطيرة واحتياجهم للفنتليتور والوفاة بتبقى كبيرة. طيب نيجي بالنسبة للمدارس، واحد يقول لي المدارس تفتكر يعملوا فيه ايه؟ طبعا في يوم مش هيفتحوها السنة دي انا عارف، انما هيفتحوها من العام القادم لانه وجدنا الاطفال اقل نسبة في الاصابة. واحد يقول لي طب المدرس يا اخي، المدرس ده واحد ونعلمه يا اخي ما تقعدش تمشي بين الصفوف وسوري يعني الصلايبة تنزل على الاطفال، خليك بعيد اشرح بعيد معلش، ده انت دلوقتي بتشرح على الكمبيوتر سامع المدارس الخاصة بيقابلوا الطلبة على الكمبيوتر ودون دروس، طب هتقابلهم بس خلي ما بينك وبينهم 2 متر وقول لهم ما تقربوش مني، اللي عاوز يسأل يسأل مكان، ما فيهاش حاجة يعني اما نعمل كده. وعيدها تاني، لو ما قدرناش نعمل ده كله نعمل أجزاء منه بس نفكر، الذي لا يدرك كله لا يترك كله. والرسالة اللي بطلبها من كل واحد بيسمعني، أنا ما عنديش تواصل مع كل الناس ومع الإعلاميين كلهم مع عدد محدود، بقول لهم انتوا قولوا لهم الباقيين ان في حلقه بتقول كذا كذا ما تناقشوها واضيفوا عليها. انا بقول يعني نبته صغيره، وانا متاكد في ناس بتفكر احسن مني وهتقدر تزودها اكتر وتجيب افكار احسن، بس نبتدي نفكر كلنا فنعمل كده. طيب وخصوصا ان قلنا في حكايه المدارس ارجع تاني ليها ان الاطفال هم الاقل عرضه، فعشان كده هيرجعوا المدارس باذن الله، بس مش ضروري السنه دي يعني نعرض الخطر ان خلاص العام خلص. سؤال بقى متى تبدأ الحكاية دي؟ يعني هيبدأوها امتى؟ من يعني اللي أنا سمعه والتواصل مع الناس والأصدقاء المشتركين مع ناس لهم علاقة بالسياسة فبينقلوا لي إنه الأرجح ده هيتم في شهر مايو. وهتسألني ليه في شهر مايو؟ لأن في شهر مايو معظم المدن في أوروبا وفي نورث أمريكا بتوصل فيها الحرارة إلى أنت فاكر الرقم لـ30 مئوية، وبيبتدي الجو يبقى رطب، وهنا هيبتدي ان نشاط الفيروس يقل لكن ما قلتش هيمتنع، وبالتالي انتشار الحالات هيبقى قليل، وبالتالي نقدر الامكانيات الطبيه والاسره والاطباء نتعامل مع اي زياده في الحالات. ده امتى هتحصل؟ طب واحد يقول طب الموضوع ده هيستمر الى متى؟ على الاقل لما نقدر نصل الى لقاح فاكسين او العلاج او الافضل يا رب لكليهما هما اثنين. وعلى فكرة لن تعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل كوفيد-19. ليه؟ لأنها ظل العالم عرضة لأوبئة تنفسية مشابهة. يعني إحنا مش هو ده النهاية، ما هو كل شوية بيطلع حاجة، بس إحنا النهاردة عندنا علم أكثر وتواصل أكثر وتعلمنا أكثر. قطعا لن تكون الإجراءات بنفس صرامة التطبيق اللي أنا بقوله، إنما لن نعود أبدا إلى التسيب، لأن الناس تعلموا ولن ينسوا
يعني انا لما ادخل دلوقتي مطعم لما تفتح المطاعم او ادخل كافيه مش ضروري الزق في الناس اللي قاعده، لو الترابيزات كلها فاضيه نتباعد حتى نقلل الفرصه، لان مش في كل وقت بتبقى المطعم او الكافيه زحمه. ان احنا نتعلم نبعد عن بعض، نتعلم ان احنا نقلل من المصافحه بالايد والاحضان والتقبيل حاجات والملامسه عموما، ما نعملش الكلام ده. نتعلم العادات التنفسيه السليمه، ان احنا نكح في كوعنا او في حاجه عشان خاطر ما نعديش الناس. نتعلم اهميه وطريقه غسل الايدي، ونتعلم اهميه التباعد البدني زي ما قلت كلما كانت هناك فرصه. من ضمن التغير اللي هيحصل في المعيشه في التكنولوجيا ان احنا هنقلل احتمال الملامسه، وشفنا في المولات دلوقتي عندنا حتى ان الحنفيات تحط ايدك تنزل ميه، مفيش داعي 100 واحد يلمس الحنفيه، تحط ايدك تحت جهاز ينزل لك الورقه اللي هتنشف بيها ايدك، او حتى هواء ساخن تنشف بيه ايدك. واقول لك افكار بسيطه جدا، انا دلوقتي حتى ما بركب الاسانسير وكل الناس يعني مش انا جبتها لوحدي، عما بدوس عاوز الاسانسير بدوس بمفتاح، لما ادخل عاوز رقم الدور بدوس، بحاول اقلل الملامسه البدنيه، اي حاجه ممكن ادوس فيها بمفتاح مش بصباعي احسن، وايفن ابقى اطهر المفتاح. وطبعا كل الناس ماشيه دلوقتي بورق يطهروا ايدهم بين الحين والحين، وقبل ما يقعد على اي ترابيزه واي حاجه بيحاول يطهر كل حاجه ويطهر الحاجات اللي معاه، ولما الحاجات يدخل بيها البيت يحاول يخلي الاكياس بره ويتخلص منها اول باول، ان دي اكثر عرضه. الافكار لا تندب، انا بقول امثله على قد ما اقدر. وايفن هم دلوقتي هيطوروا التكنولوجي زي ما قلت اللي هو الفويس اكتيفيشن، يعني او يعني ابوت ات اون اي جهاز او اوف بالكلام، ليه بالملامسه واحرك واعمل، بيعملوا هذا الكلام، بيحاولوا التكنولوجي. العالم هيتغير، لن يعود الى ما كان عليه. كل الملابس والاسطح هتتعمل مواد جديده ما تلزقش فيها الاتربه والفيروسات، لان اخطر انواع الاوبئه هي الاوبئه التنفسيه. فهو بقى كل رقم ميه واكل، ممكن نغلي الميه حتى لو ما فيش ميه يعني اللي هي معدنيه او ما شابه، هم بيسموها معدنيه، هي مش معدنيه، هي المفروض انها متقطره، او الاكل نراعيه. لكن اخطر حاجه الحاجات التنفسيه دي، انا هبطل اتنفس؟ مش معقول. في الايدز كان ممكن بيجي عن طريق الجنس وعن طريق الدم، بيبقى ممكن نراعي ان احنا نبقى الانسان كويس محترم جنسيا وما ياخدش دم غير ملوث، انما اخطر حاجه الحاجات التنفسيه دي. فالنهارده بيطوروا التكنولوجيا عشان ما يبقاش في ملامسه، وبيطوروا تكنولوجيا المواد عشان خاطر ما يجيش عليها الفيروسات. لن يصبح العالم كما كان عليه قبل ذلك. طيب بنيجي بنقول نكمل بقى، طب ايه اللي هيحدث؟ احنا قلنا دلوقتي يوجد فئتان في المجتمع، الفئه اللي هي فوق سن 60 هي الاكثر يعني عرضة لأنها يجيلها إصابات جامدة ويتوفاها الله، وهي الأقل إنتاج، فدي هي العزل النسبي للفئات فوق عمر 60 لخمسة 65، بمعنى إن الناس تخرج على المعاش، اللي ما خرجش حتى نخرجه دلوقتي عشان هو عرضة، أو يشتغل من بيته إذا كان ممكن. وبعدين العزل بقول النسبي ليه؟ عن المعظم فيما عدا الأقارب، يعني طبعا احنا مش هنعزله عن بقيه اقاربه وابنائه وحاجات، بس خد بالك برضو الذي لا يدرك كله لا يترك كله، لما يبقى هو اكسبوز لعشرة من اقاربه ولاده احفاده، غير لما يبقى في الشارع وفي الشغل اكسبوز للالاف، يبقى دي نسبه 10 الى الاف قليله، الذي لا يدرك كله لا يترك كله، نعمل كده. وبعدين يبقى في ساعات مخصصه للناس دي وبداوها عندنا هنا، وتعمل لي عارف واحد ما بيشتغلش يبقى اديله هو الساعات اللي بدري من 7 ل 8 بيفتح السوبر ماركتس الكبيره كوسكو عندنا وحاجات زي كده، ما يدخلش غير كبار السن فقط، وعلى فكره وباعداد معينه 30 يدخلوا والمحل هيوج يخرجوا يدخل 30 تانيين، يبقى ساعات مخصصه لكبار السن في المصالح في البنوك في السوبر ماركت حتى في البنك، يبقى لينا ساعات معينه الناس كبار السن يروحوا فيها عشان خاطر ما يبقاش في ازدحام. في العربات قلت في وسائل النقل يبقى ليهم عربات مخصصه، بدل ما نخصصها للسيدات نخصصها لكبار السن، وبتبقى اقل ازدحاما، حتى الثانيه لو زحمه شويه هم احتمال ان يحصل لهم حاجه اقل. الشباب ايام مخصصه في السينما والشواطئ وحمامات السباحه، يبقى ده اللي هو العزل النسبي. طب نيجي بقى الاطلاق الغير مطلق، ما انا قلته اللي هو الفئات اللي تحت 60 اللي هم الاكثر انتاجيا وفي نفس الوقت اقل عرضه للاصابه، دول هيعودوا للعمل قلت في الاغلب في مايو
بعد تنفيذ كل ما ذكرناه هنا بيعملوه، عاملين كوميتي يعني لجان عمالة تبحث تعمل ايه. انا بقول كل رئيس مصلحة ورئيس بنك وناظر مدرسة واي واحد مسؤول، كل مسؤول عن رعي عن رعية يرعاها جيدا، يراعي ربنا فيها، بدل ما هو قاعد بيستني اما يقولوا له هتيجي امتى، يقعد كده يتامل ازاي انا اما ارجع هقلل احتمال الاصابه، هبعد المكاتب عن بعض، هحط سواتر زجاجيه عشان خاطر هخلي دخول الناس اقل يعني في مجموعات. الافكار جميله وكثيره، الطرقات هحط عليها التيبس الاصفر، المصاعد هخلي المصعد لكبار السن فقط واللي يطلع على السلم. افكار افكار افكار، انا عرضت عدد منها اللي شايفه بيحصل هنا، وزي ما بقول انتم ممكن تسروها اكثر. ده الاطلاق غير المطلق لتحقيق اكبر قدر من التباعد الاجتماعي. ايه الهدف من ده كله؟ واحد، ان احنا لازم نرجع، لازم الشغل يرجع، لان نمنع الانهيار الاقتصادي اللي قلنا الخبير الاقتصادي قال 3 اشهر لن يتعافى العالم من تاثيره. طبع البنك نوت ده مش هيستمر، لو امريكا طبعت 2 بليون احسن ما تطبع 10، يبقى نمنع الانهيار الاقتصادي اللي هيحدث. فعشان كده لازم اتنين، ان احنا حصر لعدد المرضى. ليه؟ عشان يبقى عدد المرضى مواكب لعدد الأسرة والإكويبمنتس الموجودة عندنا، فنقدر نتعامل، ما يبقاش عندنا الموضوع overwhelming، يعني عندنا حالات ونضطر بقى نحط شاب على الفنتليتور ونسيب راجل أكبر سنا يتوفاه الله زي ما شايفين بيحدث في دول كثيرة في أوروبا. يبقى دي تاني حاجة. ثالث حاجة، الإقلال من الخسائر في الأرواح لأقل قدر ممكن، يعني بهذه الصورة زي ما بقولت الذي لا يدرك كله لا يترك كله، يبقى نفقد بالإجراءات دي أقل عدد ممكن. وفي النهاية بوجه تحية خالصة إلى كل أفراد الهيئات الطبية من ممرضين وممرضات وأطباء، لأن طبعا هم في مواجهة مع وباء شرس وبيواجهوه في سبيل إنقاذ البشرية منهم. وفي النهاية أشكركم لحسن متابعتكم، وأسأل الله لجميعكم دوام الصحة وزوال الغمة عن العالم أجمع. أشكركم شكرا جزيلا، وإلى أن ألقاكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي. شكرا.